اليوم الاتحاد الوطني المتصرفين المغاربة كينظم مسيرات احتجاجية وجهوية على المستوى الوطني ووقفات احتجاجية احتجاجا على سياسة الحكومة في تجاهل مطالب هيئة المتصرفين التي تدخل عامها الثامن من الاحتجاجات ومن النضال من أجل عدالة أجرية ومن أجل نظام أساسي عادل لهذه الفئة من أجل نظام أساسي يرد لها الاعتبار ويثمن أدوارها. المتصرف هو العمود الفقري للإدارة والحكومة يعني قابلته بشتى أنواع التجاهل والإقصاء والتمييز. الحكومة تواجهنا بإصلاح شمولي للإدارة ولكنها في ذات الوقت تعالج ملفات فئوية في إشارة واضحة إلى استهداف هذه الفئة. هذا الاستهداف أيضا الذي ظهر مؤخرا في بعض الأنظمة الأساسية الخاصة أو القطاعية واللي اليوم لاحظنا بأن متصرفين الأمن الوطني تم قهقرتهم في الدرجات بشكل غير قانوني وبشكل غير مسبوق تماما في إشارة إلى أن الحكومة تنوي الاعتداء القانوني والإداري والمهني على هذه الفئة التي بنت الإدارة العمومية منذ الاستقلال واللي هي مكونة من أطر عليا خريجي مدارس ومعاهد عليا وخريجي الجامعات دكاترة حاملي الماستر مسؤولين في الإدارات العمومية كتاب عمون مدراء رؤساء أقسام رؤساء مصالح. كيف يعقل أن تبخسهم الحكومة بهذا الشكل المريع؟ رسالتنا أننا سنستمر بالرغم من محاولة تكبيل حق الإضراب، سنستمر في الاحتجاج وفي الدفاع عن حقوقنا كهيئة مهنية لها دورها في هذا البلد. عبد الله اللالي نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اليوم ينظم مسيرات جهوية في مجموعة ديال الجهات وكذا مجموعة من الوقفات الإقليمية في مجموعة ديال المدن المغربية. كذلك يخوض إضراب وطني لمدة يومين سعود وليوز الحالي وكذلك سيخوض إضراب يومي 23 و24 وليوز الحالي. الاتحاد الوطني اليوم ونحن نتواجد في الرباط في المسيرة الجهوية التي دعت لها مجموعة المكاتب الإقليمية احتجاجا على السياسة الحكومية، احتجاجا على التمييز والإقصاء والتهميش، احتجاجا على المماطلة، احتجاجا على عدم اللامبالاة وعدم التجاوب مع ملف المتصرفين الذي عمر لحوالي 8 سنوات من النضال من مسيرات وطنية ووقفات احتجاجية ولا حياة لمن تنادي. اليوم نوجه رسالة أخرى قوية لمن يهمه الأمر وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة، الحكومة المغربية التي يجب أن تلتفت إلى هذا الملف، ملف المتصرفين، وأن تقوم بتسويته عاجلاً. اليوم وبعد غد وغدا سنقوم بإضرابات وبنضالات حتى تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة المتمركزة في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف قوامه العدالة الأجرية والكرامة المهنية وإخراج الدرجة الاستثنائية ومجموعة من المطالب الأخرى. وتحية لكم.